تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أبرز ما أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني خلال استقباله رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في قصر الحسينية اليوم. وشدد جلالته على ضرورة التعاون المستمر بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية. من جهته أكد الصفدي أن توجيهات جلالة الملك تعد نبراس عمل لمجلس النواب، وأن مضامين خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية ستشكل خريطة طريق لأداء المجلس خلال الفترة المقبلة. وتمهيدا لإقرار صيغة الرد على خطاب العرش، اختار المكتب الدائم للمجلس أعضاء لجنة الرد لرفع الصيغة النهائية إلى جلالة الملك في غضون أسبوعين من الخطاب الملكي. النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور نصار الحيصة قال إن المكتب يبحث أولوياته في المرحلة المقبلة لمواصلة النهوض بأداء المجلس وتقديم عمل برلماني يلبي الطموحات. اثنتا عشرة شركة سويدية متخصصة في مجالات الطاقة والرعاية الصحية والكيماويات والهندسة شاركت في المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار إلى جانب 400 شركة خاصة في الأردن، منها 30 شركة لديها أعمال مشتركة مع السويد. وافتتح المنتدى بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وبرعاية ملك السويد الذي يزور الأردن حالياً. واطلع الزائرون على قصص نجاح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الأردنيين والسويديين، بما فيها إطلاق شبكة الأعمال الأردنية السويدية التي تضم شركات من القطاع الخاص في البلدين. وتهدف الشبكة إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين الأردن والسويد في المجالات الاستثمارية والريادية. ملك وملكة السويد زارا مركز الحسين السرطان، أحد أبرز مستشفيات السرطان في الشرق الأوسط، وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى المملكة منذ يوم أمس. واطلع جلالتهما على أجهزة ومعدات ممنوحة من شركة إليكتا السويدية لمستشفى البشير في عام 2018. وستسهم زيارتهما للأردن في زيادة التعاون بين الأردن والسويد في قطاع الرعاية الصحية ورعاية مرضى السرطان والعلاج الإشعاعي في الأردن. سبعة ملايين دينار دفعتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رواتب لموظفين في شركة أخرى بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021. كما كشف التقرير عن صرف السلطة لعدد من السلف المالية بقيمة 500 ألف دينار إلى شركة العقبة للنقل في عام 2020 دون إبراز سند قانوني. وأظهر التقرير وجود مبالغ مستحقة على الوزارات والمؤسسات الحكومية للضمان الاجتماعي قدرها 88 مليون دينار. وذكر التقرير أن مؤسسة الضمان لم تأخذ أي إجراء لتحصيل الأرصدة المستحقة على الجهات المصنفة كمؤسسات موقوفة. ضبطت وحدة مكافحة المخدرات في مطار الملك علي الدولي مجموعة كبسولات تحتوي مخدرات داخل جسم مسافر من جنسية أمريكية جنوبية وصل إلى المملكة. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن المشتبه به اعترف لكوادر إدارة المكافحة بمحاولته تهريب كمية من الكوكايين داخل أحشائه. واشتبه عناصر الأمن بالمسافر واصطحبوه إلى مستشفى البشير، وخلال تصويره هناك تبين وجود كبسولات في أمعائه تم استخراجها بالطرق الطبية. وفي المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت القوات المسلحة محاولة تسلل وتهريب ما وصفتها بكميات كبيرة من المواد المخدرة القادمة من إحدى دول الجوار. وبتطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين أصيب أحدهم بينما فر الآخرون إلى داخل العمق السوري. وبعد البحث في المنطقة تم العثور على 1208 كفوف من مادة الحشيش وما يزيد على مليون حبة من الكبتاجون. أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام اليوم كميات من المواد المخدرة ضبطت في 490 قضية واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية. ضمن استراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء وفي إطار جهودها الرامية لمحاربة آفة المخدرات ومنع دخولها وتداولها في المجتمع، جاء إتلاف هذه الكميات من المواد المخدرة
التي تم ضبطها بجهود نشام إدارة مكافحة المخدرات وبتنسيق عالي المستوى مع القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة. تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، نتيجة لذلك فقد شكلت مديرية الأمن العام لجنة لإتلاف هذه المواد المخدرة والتي صدر بها قرارات قطعية من محكمة أمن الدولة برئاسة المساعد للعمليات والتدريب وعضوية مدير إدارة مكافحة المخدرات وبالإضافة إلى مدير إدارة المختبرات والأجهزة الجرمية ومدعي عام من محكمة أمن الدولة. تم إتلاف 5 مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة بالإضافة إلى 77 ألف حبة مخدرة بالإضافة إلى 347 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و65 كيلو جرام من الحشيش الصناعي المخدر بالإضافة إلى 43 كيلو جرام من مادة الماريوانا، كما تم إتلاف 29 كيلو جرام من مادة الهيروين المخدر بالإضافة إلى ما يقارب الكيلو جرام من مادة الكوكايين، كما تم إتلاف 33 كيلو جرام من مادة الكريستال بالإضافة إلى 30 كيلو جرام من بودرة الجوكر، 108 كيلو جرام من مادة القات. يشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم بإشراف لجنة خاصة في أفران تصل حرارتها إلى 1000 درجة مئوية، بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة. 6,500,000 نسمة، زيادة في عدد سكان الأردن منذ عام 2004 وحتى العام الحالي. هذا ما أعلنه رئيس المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى مصاروي، مشيرا إلى أنه نمو سريع وصعب جدا. وقال مصاروي إن عدد سكان الأردن تجاوز 11 مليون نسمة العام الحالي، ما يضع تحديات كثيرة أمام المؤسسات الحكومية لتلبية احتياجات هذا العدد من السكان، وأكد أنه لا بد لنا أن نعيد النظر بتوزيع السكان، واصفا إياه بأنه غير متوازن ويضر بالبيئة الجميلة بخاصة في شمال غرب الأردن. لا بد أن نعيد النظر في توزيع السكان، توزيع السكان غير متوازن في الأردن، توزيع السكان عم يضر في البيئة لأنه يدمر المناطق الجميلة والخصبة في شمال غرب الأردن، بينما الجنوب الذي جنوب الأردن الذي يحتضن كافة ثرواتنا الطبيعية والاقتصادية لا يحظى إلا ب 8% من السكان. فممكن الآن التشدد في دفع الاستثمارات والمشروعات إلى الجنوب بحيث ينتقل مزيد من السكان لتخفيف الازدحام اللي نشهده في محافظات الوسط والشمال. وللحديث عن نسب النمو السكاني مؤخرا ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروي. أهلا بك دكتور. يعني نبهت إلى انفجار كبير في عدد سكان الأردن، كم عدد الأردنيين على وجه الخصوص والمغتربين منهم وعدد غير الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة؟ دعونا لا نذهب بعيدا في الماضي، لا نذهب إلى بداية مئوية الدولة الأردنية. نعم. لما كان عدد السكان 225,000، ولا نذهب أيضا بعيدا في القرن الماضي، المليون الأول في الأردن كان تحقق عام 1963. نعم. فلنبدأ في بداية القرن الحالي، بداية هذه الألفية. دائرة الإحصاءات العامة قامت بعام 2004 بتعداد عام للسكان والمساكن، وظهر أن عدد السكان في عام 2004 5,100,000 تقريبا. بعد 11 عام في عام 2015 أجرينا تعداد سكاني آخر، عدد السكان بلغ في هذا التعداد 9.5 مليون. نعم، من عام 2004 وحتى عام التعداد الثاني متى كان؟ نعم، فالفرق بينهم 4.5 مليون. نعم، أضيف إلى سكان الأردن 4.5 مليون. نعم. بين عام 2004 2015 نتكلم عن 11 سنة. نعم. الآن دائرة الإحصاءات العامة 2022 يقدر عدد سكان الأردن الآن 11,300,000، وهذا منشور، أنا لا أتي بأرقام من عندي، هذه إحصاءات رسمية. 11 نعم. مليون نعم. و300,000 في هذه اللحظة في أن نعم. طيب دكتور عيسى، يعني عدد الأردنيين إذا ما فصلناه عن المقيمين، كم هو عدد الأردنيين؟ في التعداد العام بيسألوا عن العمر والجنس ويسألوا عن جنسية الشخص المقيم في الأردن. نعم. لما أجرينا التعداد في عام 2004 كان نسبة غير الأردنيين 7.8%.
نعم. تقريبا 8% من السكان. في تعداد 2015 اللي تلا الحرب في الأزمة السورية، نعم، عدد الذين لا يحملون الجنسية الأردنية بلغ 31%. نعم. تقريبا. فإذا هناك زيادة كبيرة في نسبة السكان الذين لا يحملون الجنسية الأردنية، هذا ترتب على وجود طبعا بالدرجة الأولى يأتي السوريون والفلسطينيون، كذلك العمالة الوافدة من أخوتنا من مصر الشقيقة، نعم، وبقية الجنسيات العاملات المنازل، وهذا ليست كل 31% هو من اللجوء السوري. بقي الآن من اللجوء السوري تقريبا 1.5 مليون، نسبة قليلة منهم في مخيمين والباقي منتشرين في محافظات المملكة، نعم، وخاصة محافظات الوسط والشمال. نعم. أيضا إذا ننظر على التغيرات الديمغرافية اللي والأحداث الديمغرافية، نعم، يجب أن تؤخذ بجدية، لأن هذه مسائل كلية بمعنى أنها تؤثر في كافة احتياجات السكان، وبالتالي تؤثر في كافة القطاعات. نعم. يعني من طيب صحة وتعليم ومياه. طيب دكتور، منذ عام 2004 وحتى اليوم 6 ملايين، ويعني تقريبا 6 ملايين نسمة إضافية في الأردن، يعني نعم، هذه الزيادة هل هي نستطيع أن نقول أن الجزء الأكبر منها من اللجوء أم من زيادة أعداد المواليد الأردنيين؟ نعم، 6 ملايين في 18 سنة، نعم، هذا زيادة بهذه السرعة يصطلح عليها بانفجار سكاني، لذلك هذه الزيادات السريعة من الصعب التكيف معها، لأن مؤسسات الاجتماعية وفيها الحكومة صعب التكيف، نعم، معها. 6 مليون يعني كان عدد الزيادة، هل هم أردنيون أم مقيمون؟ لا، ما حدثتك قبل قليل أنه في تعداد 2015 ليس بعيدا كان 31% نعم، نسبة غير الأردنيين. ما هذه النسبة لم تتغير، وربما أنها ازدادت، أن الذين لا يحملون الجنسية الأردنية وأن توقف وصول المزيد منهم، إلا أنهم يتزايدون بالإنجاب، نعم، ومعدلات الإنجاب بين غير الأردنيين هي أعلى من ما هي بين الأردنيين. جميل. طيب دكتور، يعني في ظل هذه المعطيات وهذه الزيادات والتنبيهات، تنبيهاتكم لهذه الزيادات، اقتراحاتكم للحكومة للسيطرة على معدلات النمو السكاني المرتفعة؟ سجل في الأردن بين 2010، نعم، أزيد ثم سأجيب على سؤالك، بين 2010 2021 سجل رسميا في دائرة الأحوال المدنية والجوازات 1.5 مليون المولود، نعم، يعني كل 6 سنوات هناك 1.25 مليون، يعني بالمتوسط كل 5 سنوات هناك 1 مليون مولود. نعم. إذن الزيادة اللي تحصل الآن هي زيادة في عدد الأطفال، وهم من المعالين، وهم شريحة معالة من قبل الأسرة ومن قبل أيضا الخزينة، نعم، من خلال الخدمات المختلفة. نعم. الآن تقول لي الآن من هؤلاء المواليد 13% من غير حملة الجنسية الأردنية، يعني نتكلم عن تقريبا 25,000 مولود لا يحملوا الجنسية الأردنية، وهناك اعتقاد أن هناك مواليد غير أردني غير مسجلين، لأنه يظهر في ثقافة بعض الشرائح من اللاجئين عدم تسجيل الزواج والمواليد، نعم، أو لتجنب المتاعب أو لأن ليس لديهم أوراق، نعم، لكن الواقع الموجود الآن بين 25 إلى 30 طيب. ألف مولود جديد، ثلثي هؤلاء دكتور هؤلاء دكتور يعني لضيق الوقت، يعني سؤال مباشر إذا تكرمت، هل الحل هو بتنظيم النسل؟ الزواج، الحق في الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب هو من الحقوق اللي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق، نعم، لكن نتحدث عن تنظيم النسل، هل هو الحل؟ نحن لا، الحل هو أن نستجيب لحاجات الأسرة، لأن هناك لدينا معلومات أن تقريبا 28% من المتزوجين قالوا أنهم بحاجة إلى خدمات تنظيم الأسرة، إن ما نعم. أنهم يستخدمون وسائل تقليدية وهي غير فعالة، تسبب في فشل في الحماية من حمل الزوجين غير مساعدين، نعم، له، نعم، وقسم آخر لا يستخدمون وهم بحاجة، نعم، قالوا أشكرك أنهم لا يريدون. دكتور عيسى المصاروي، أمين عام المجلس الأعلى للسكان، كنت معنا عبر الهاتف. وفي خبر آخر، بهدف إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، أطلقت وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن
منصة تواصل مجتمعي شملت 45 بلدية في محافظات إربد وعجلون ومادبة والبلقاء والطفيلة والعقبة، تعزيزا للتواصل الرقمي المباشر بين البلديات والمواطنين وترسيخا لمبادئ الشفافية والمساءلة. يهدف هذا المشروع أيضا إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلديات وتحسين وتجويد الخدمات التي يتم تقديمها من خلال البلديات، من خلال فتح قنوات اتصال بين المواطنين والبلديات لتقديم المقترحات والمبادرات والشكاوى، زائد إمكانية الوصول إلى بعض المعلومات التي تكون قابلة للنشر ضمن معايير محددة بقانون إنفاذ حق الحصول على المعلومة. ممكن في بعض الأحيان المواطنين بحاجة لمعرفة بعض المعلومات عن العطاءات، الفرص الاستثمارية المتاحة في ضمن نطاق البلدية، ممكن يكونوا بحاجة لمعرفة بعض المعلومات المالية، ونحن بطبيعة الحال بنشتغل على الإفصاح المالي، فيتم نشر التقارير المالية على مواقع البلديات الإلكترونية. قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات إن الوزارة خاطبت الجمعية العلمية الملكية لإجراء دراسة هندسية وإنشائية على عدد من الغرف الصفية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين في محافظة إربد. وجاء تصريح قبيلات خلال زيارتها للمدرسة على خلفية ظهور تصدعات وتشققات في بعض جدرانها وأسقفها، مؤكدة أن أعمال الصيانة الإنشائية للمدرسة ستبدأ في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور تقرير الجمعية العلمية. وبيّنت قبيلات أن المدرسة الوحيدة التي تم إخلاؤها في إربد كانت لمبنى مستأجر في الأغوار الشمالية. الجولة يعني من ضمن جولات تقوم فيها فرق الوزارة للوقوف على واقع الأبنية المدرسية وأيضا على جاهزية المدارس لاستقبال فصل الشتاء. هذه المدرسة لوحظ أن هناك يعني رطوبة في بعض الغرف الصفية وبعض التشققات في الجدران. تم التواصل مع الجمعية العلمية الملكية لزيارة هذه المدرسة وتقييم الوضع الإنشائي لهذه المدرسة ليتسنى لنا لإجراء يعني المناسب، سواء كان يعني صيانات إنشائية أو صيانات خفيفة. هذا يعتمد على نتيجة التقرير الذي سيتم استلامه من الجمعية العلمية الملكية.